اليوم في بلادنا ليس هناك فصل بين السلطات، حتى نتحدث عن برلمان أو مجلس نواب الشعب. سعيد بانقلابه في جويلة 21 ضرب مبدأ الفصل بين السلطات وجمع كل السلطات بيديه وجعل نفسه صاحب السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وحولها مجرد وظائف لدى رئيس الجمهورية ولدى رأس السلطة التنفيذية. واحد. اثنين، هذا البرلمان حسب دستور قيس سعيد فاقد لكل صلاحية، وهذا يتحدث به حتى الناس اللي ترشحت في انتخابات البرلمان، ليس له أي صلاحية وليس له أي دور لا في إدارة الشأن العام الوطني ولا في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية سواء كان كحكومة أو كرئيس جمهورية. الأخطر من هذا أن هذا البرلمان لم ينتخب على أساس تمثيل النواب فيه لكل التونسيين ولكل الشعب التونسي، بل انتخب على أسس تعرفية وأسس تاع تمثيل بعض التقسيمات. أعتقد أن مثل هذه المؤسسة يمكن أن يكون لها أي دور في إدارة الشأن العام ولا أي قدرة على خدمة البلاد، وأكبر ذلك دستور قيس سعيد اللي يضبط صلاحيات هذه المؤسسة وبرامج الانتخابية للمترشحين العشائريين والمترشحين القبليين اللي هي برامج متاع عمل بلدياتي وعمل خرب. هذا المجلس هو برمات على العيون ومواصلة طرف قيس سعيد لمزيد إحكام قبضته على كل السلطات وعلى الدولة وعلى مقدراتها وعلى إمكانياتها.